I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. Uh-huh. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. حلوين فيديو جديد بتقرير جديد عن مسلسل الزوجة الفتنة. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي درامي وعدد حلقاته 14 حلقة وهو تايلاندي. ولو عايزين تعرفوا قصة المسلسل كملوا معانا الفيديو للآخر. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وعملوا لايك للفيديو لو فكرة الفيديو عجبتكم. وطبعا مستنيه تعليقاتكم الجميلة زيكم. ويلا نبدأ القصة مع بعض. القصة بتاعتنا بتبدأ بالبطلة، بنت من عيلة من الطبقة المتوسطة، هتبقى سيدة مثالية ومتعلمة من قبل مشروع اسمه الخطة، وهو مشروع بيحول النساء إلى زوجات مثاليات لرجال الأعمال، بيسمي هؤلاء النساء بالزوجة المثالية. قرر رئيس المشروع إن هو يبعت البطلة بتاعتنا لأحد رجال الأعمال اللي هو البطل بتاعنا عشان تبقى مراته، لكن الصدفة هتجمع الاتنين قبل القرار دوت. لكن الأمور هتتعقد أكتر لما شريك البطل بتاعنا ومنفسه هيقع في حبها. فهي ترى أصلا البطل بتاعنا هيكون رد فعله إيه في مراته اللي هيكتشف إن كل ده كان خطة ولعبة، وإن هي أصلا ما بتحبوش وما بتبدلوش الشعور. فهي ترى في الآخر هيعمل معاها إيه، وهل هي هتقع في حبه في الآخر ولا لأ، ولا هتفضل في شغلها. ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الدراما. دراما جميلة جدا ومتوفرة على جوجل كروم. كده يكون فيديو النهاردة خلص. أتمنى تكون فكرة الفيديو عجبتكم، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.